مستمرين اولا في تقديم المرافعات ديال المطالبين بحق المدني، وكانت الكلمه اليوم اللي بديتها ديال عبد ربي، وبسطنا قدام المحكمه الموقره اولا ثلاثه ديال النقط او ثلاثه المحاور اللي غادي نتحدثوا فيها. المحور الاول هو ديال الوقائع اللي ثابته في ارتكاب الفعل من خلال الاجراءات السليمه اللي قامت بها الفرقه الوطنيه، واللي تاكدت من خلال المحجوزات ديال الفيديو اللي بالمناسبه وكما تتذكرون جميعا منذ الوهله الاولى كان الدفاع ديالو تيقول له ودي ما كاينش يا با دو فيديو، ما كاينش فيديوهات. من بعد ولات تيقول كاين الفيديوهات، ولات العلاقه رضائيه تما، ولات واحد العدد ديال الكلام. المحور الثاني غادي نبينوا فيه بشكل اساسي يعني الاركان ديال هذه الجريمه والاضرار اللي لحقات بالموكلات ديالنا اللي هما ضحايا ديال الاتجار في البشر، وهي اضرار جسيمه بالغه الاهميه عكس ما كان كيتوقع الانسان انها راه شي اضرار كترتبط غير بالجانب النفسي او الجانب المعنوي، اضرار اكثر من ذلك، مسدات الاسر ديالهم والعائلات ديالهم. وكما تعلمون ويعلم الراي العام ان هذه الجريمه ديال الاتجار في البشر اللي هي جات بمقتضى واحد الاتفاقيه دوليه واللي المملكه المغربيه صادقت عليها في اطار الانسجام ديالها مع المواثيق الدوليه، واللي واحد الجزء منها هو متابع به. اليوم عبد ربي كان دخل رئيس الحكومه في هذه الدعوه، وكنطلبوا ادخاله في الدعوه لاعتبار اساسي هو ان الاتفاقيه المتعلقه بجريمه الاتجار في البشر كتحتم على الدوله، بالاضافه الى التعويض اللي غادي نطالبوه واللي غادي نطلبوه باش المحكمه تحكم به ضد المتهم، غادي نطلبوا اليوم في المحور الثاني اللي غادي ندخل فيه الان هو ادخال الدوله المغربيه في شخص رئيس الحكومه، لان كاين واحد الفقره في هذا القانون كتقول على ان الدوله تتكفل بالمتابعه والمصاحبه النفسيه والاجتماعيه لضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر. واعتقد ان دوله مثل الدوله المغربيه في اطار دوله الحق والقانون في اطار استقلال القضاء انه من ابسط الاشياء اللي تيخصنا حنا نطالبوا بها، وكنتمنى القضاء في اطار الاستقلاليه ديالو والشجاعه ديالو يتجاوب معها. وهنايا علاش هذه المساله هذه بغينا نتقدموا بها؟ اولا لاننا اقتنعنا بها وناقشناها كاملين كهيئه الدفاع بالامس لما اجتمعنا، وبغينا ندخلوا الدوله المغربيه باش دير لاكومبانيومون سوسيال ميديكال اي بسيشيك ا لونغ تيرم، لان عندنا شواهد طبيه واحد الحاله نفسيه ديال الضحايا هؤلاء الضحايا، باش نبينوا لمن يقول انه حنا تنخدموا على اجندات. حنا فعلا تنخدموا على اجندات، ولكن عرفتوا شنو هما الاجندات اللي كنخدموا عليهم حنا؟ هو الاجنده ديال القسم المهني، هو الاجنده ديال الثقه اللي وضعوها فينا هاد البنات، هو الاجنده ديال الدفاع على الضحايا جيس كوبو في هذا الملف، هو الاجنده ديال مهنه المحاماه بما لها من تقاليد واعراف نبيله، وكذلك بما عهدنا في نفسنا لمساعده القضاء للوصول للحقيقه. بقات النقطه الثالثه وهو انه تنبين للمحكمه المقره انه حنايا قضيه المطالبه بالخبره اللي ولا عليها الحديث من طرف مجموعه من الاخوان او مجموعه من الزملاء بما فيهم من انسحبوا من الملف مع كامل الاسف، كنا نتمنى ان يناقشوا معنا الخبره في المحكمه باش حتى حنا نقولوا لهم وجهه نظرنا، ولكن كما قلت لكم انا شحال هذه لا تعقيب على النقيب وما نعقبش على الكلام. انا كنتمنى ليكون كون نقاش ديال الخبره امام المحكمه. الخبره يا الاخوات والاخوان هما طلبوا بها، ماشي الوكيل العام، هما طلبوا بها، هما لما كيقولوا بان الفيديو مفبرك فالسيفيي، لما تيقول سي توفيق بو 20 انا هذا الشيء دار ليا، المحكمه كانت مشكوره امرت بالخبره. لما تيقول شي واحد انا هذا الجنين ماشي ديالي وكتامر المحكمه والعمل القضائي في المغرب سباق في هذه القضيه وياخذوا لاديان ديال الدري وديال الام وديال الانسان اللي كيكون متهم باش يوصلوا لواحد الحاله، واش هذا الشيء هذا يعني لما المحكمه امرت بالخبره؟ راه بالعكس الخبره كانت خبره في المستوى واكدت بما لا يدع شك ثبوت الافعال. ركزت انا على شيء اساسي في المرافعه ديالي، ماشي الضحايا اللي حضرات، اللواتي لم يحضرن،
أو اللواتي تم تهريبهن في صناديق السيارات ديال بعض المحامون أو نقيب سابق إلا بغيتو كاع نتكلمو بديريكتومون. هاد الناس هادو أنت منين كتعرفي أن الموكل ديالك بريء؟ علاش كتهرب واحد السيدة بغاتها المحكمة باش تدلي بالكلمة ديالها؟ وحدة جات ما تنصباتش كمطالبة بالحق المدني وكتقول أنا هي هذيك السيدة وهذاك هو ذاك السيد، ولم يتجرأ أحد على الطعن في ذلك الشريط. إذن اللي بغيت نقول باختصار هو أنه الملف بالنسبة لنا احنا كمطالبين بالحق المدني شرف على نهايته فيما يتعلق فيما يخصنا احنا، وأظن أننا اليوم يمكن ننتهي من تقديم الدفوع ديالنا وتقديم المطالب ديالنا غيكون بشكل نهائي، وغادي تخبركم فيما بعد الأستاذة أمينة الطالبي بالمطالب النهائية. أنا فقط قلت لكم شنو هي أسباب النزول ديال إدخال الدولة المغربية بشخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة باش تكون لا كومباني سوسيال، دولة تحترم نفسها، ما يمكنش تسمح في هاد البنات يبقاو هكذا عرضة لهاد المشاكل النفسية والعائلية والمهنية. المهنية واحد العديد المؤسسات اليوم ما باغينش يقبلوهم او الصالير ديالهم هبط او عندهم مشاكل اجتماعية اخرى، والدولة مسؤولة على تحمل مسؤوليتهم، كما ان الفاعل الجاني مسؤول عن افعاله ويعوضهم عن ملاحقه من ضرر، الدولة مسؤولة عن مصاحبتهم. وشكرا لكم.